مرحبا اخواتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله مليحين. يسعد لي اوقاتكم، معاكم صبري مره ثانيه. اليوم اشتريت لكم منتج جديد وحبيت اشارك خبرتي معاكم بهالمنتج وافرجيكم شو ميزاته وشو حسناته وشو سيئاته لهذا المنتج. خليكم معنا لنهايه الفيديو مشان نشوف شو. يلا، الفاير تي في ستيك 4K او 4K بالالماني. هذا الجهاز بيدعم الشاشات اللي هي مانا سمارت، فيك نزل عليها اليوتيوب، نتفليكس، تويتش، المستعرض الفايرفوكس، يعني كل شيء ممكن يعمل تلفزيون سمارت. هذا الجهاز بيخليك تعمل جهة تلفزيونك اللي هو مانا سمارت تخليه سمارت. راح نفتحه معاك ونشوف شو جواته. يلا بسم الله. طبعا في عنا هون، هذا هو الجهاز من هون. اوه لا، وهذا هو الفاير تي في، بيجي من امازون. اول شيء الشاحن، هذا الشاحن اللي له كمان جاك يو اس في من هون عادي. ثاني شيء اللي هي القطعة الأساسية تبعت الأمازون اللي هي الفاير ستيك. طبعا في هاي القطعة في منها كذا، في كذا نسخة، نسخة الفيركا أو الفوركي، ونسخة اللي هي اتش دي، وفي نسخة ثانية اسمها اللايت. شو الوحدة، كل وحدة شو بتختلف عن الثانية، رح احط لكم صورة عنها بالفيديو، شوفوا شو هي، شو الفرق بيناتهم، رح احكي لكم كمان بالفيديو. ثالث شيء اللي هو جهاز التحكم اللي إلها، اللي هو هذا هو الجهاز. نفتحه ونشوف شو جواته. هذا هو الجهاز طبعا، وهذا هو الجيل الأخير من جهاز الأمازون فاير تي في 4K. بيجي معاه كمان اللي هي البديلوم أنلايتونج أو معلومات كيف الواحد ممكن يركبها والحكي هذا، طبعا كلياتنا بنعرف عنه شو هي. وبيجي كمان اللي هو كابل الكهرباء اللي من جهة يو اس بي العادي، ومن جهة تانية يو اس بي بيدخل بالجهاز من هون، اللي هو بيعطي الكهرباء للجهاز من هاي الجهة. واخر شيء بيجي معانا وصلة للأمازون فاير تي في، اللي هي تحويلة من جهة بيدخل فيها الجهاز ومن جهة تانية بتدخل بالشاشة. ليش عطينا هاي التحويلة؟ لأنه أحيانا في تلفزيونات ما خرج إنك تحط الجهاز عريض أو طويل، مشان ما تضرب مثلا بالحيط إذا كان التلفزيون كتير قريب على الحيط، ما يكون في مسافة معينة، فممكن هاي القطعة توصلها بالجهاز ويصير الجهاز فليكسيبل، يعني إنه ممكن يكون ينطعش بطريقه ما ياخذ، ما يضرب بالحيط من وراء، او ما يكون اذا ما كان عندك مسافه تكفي لتحط هذا الجهاز. هلا هدول هن القطع اللي وصلوا. هدول هن القطع، وبيجي كمان نسينا لاخر شيء اللي هي البطاريات. طبعا البطاريات اللي هي تريبل اي الصغار، الاصغر شيء بيجوا كمان معه، بنحطوا بالجهاز من هون من وراء. طبعا بنسحب هاي القطعة من هون، بنحطه بهالطريقة، محطوط مرسوم من جوا، وهيك بكون جاهزين لنركب الجهاز على التلفزيون ان كان سمارت او غير سمارت. وبس، خلينا نشوف كيف بيتركب على التلفزيون. ايه شباب، هي هلا انا عندي في وحدة امازون فاير ستيك 4K اوريدي، وعم جرب اشتريت وحده ثانيه، فاللي فرجيتكم اياها بالفيديو من شوي. توصيل الفاير امازون ستيك هي كتير سهل، بتحط القطعه هاي، في الى جاك كهرباء موجود هون، بعرف شايفينه مزبوط هيك مبينه، اوكي، بتحط الجاك الكهرباء هون، والجهه الثانيه بتنحط باليو اس بي من هاي الجهه مثل ما انكم شايفين. هلا بنروح نحطها بالكهرباء وبنوصل على التلفزيون ونشوف شو بيطلع معانا. هلا هيك طلعت معانا، بلشنا حطيت القطعة بالتلفزيون
وعم تطلب مني انه اضغط هذا الرمز اللي هو بلاي مثل ما انكم شايفين هون، بضغط عليها يعطيني شو اللغات اللي لازم اللي انا حابب اشغل فيها الفاير ستيك. طبعا في الانجليزية، في الالمانية، تقريبا كل اللغات ما عدا اللغة العربية للأسف. فحتى مبدئيا راح احط انجليزي، طبعا انتم بتختاروا اللغة اللي بدكم اياها. هلا هون عم يبحث على شبكة الانترنت، فينا نختار الشبكة اللي بدنا اياها. طبعا في شو الشبكات اللي حواليه، مثلا اختار الشبكة اللي الي، وبحط الباسورد لإلي تبعت الشبكة، راح احطها وارجع لكم. هون مثل ما شفنا عم تتصل بالشبكة تبعت البيت عندي، عطت انه مش الحال وصار في اتصال. هلا عم تعمل ابديت للفلاشة للفاير ستيك، بدنا ننتظرها حتى تخلص الابديت تبعها، ما بتطول ان شاء الله. في شاشات ما في داعي الواحد ما يستخدمها بعد ما يجيب يركب عليها هاي الفاير ستيك، وخاصة الشاشات القديمة ما في داعي بقى تستخدم الجهاز الخاص بالشاشة، لأنه جهاز الفاير ستيك اللي هو نفسه هذا فيك تعوضه عن الجهاز الأساسي اللي هو للشاشة، بحيث ما عاد تستخدمه أبدا. لكن بالأساس بالأول لازم تحط إعدادات بإعدادات الفاير ستيك إنه شو نوع الشاشة اللي إلك، لحتى يصير ياخذها بصير تستخدم هذا الجهاز. فيك تعلي الصوت وتوطيه، تطفي الشاشة وتشغله، بالإضافة للأوامر الصوتية تبعت أليكسا اللي هي موجودة هون بالريموت منه. فيه طبعا فيك كمان تكتم الصوت من هون وهكذا. هلا عم تعمل هي الابديت، عم تعمل انستول، عم تنزل الابديت اللي عملته، التحديثات اللي عملتها عم تنزلها على الفاستيك. طبعا اثناء الابديت هاد ما لازم الواحد ابدا يطفي الكهرباء عن هي الفاستيك، او يشيل الكهرباء عنها او يطفيها، لانه ممكن تخرب. فيفضل دائما الواحد يستنى الاخير بدون ما يعمل اي شيء بالجهاز. هيك خلصت التحديث تبعها. طبعا انا هون كاتم الصوت، هذا الصوت لازم يطلع او ما تبلش. عم ترجع تدور على الشبكة، وهي اخر بحث عن ابديت تحديث. كمان في كمان سوفت وير، هلا تحديث اخير للسوفت وير كمان عم تنزله، وهيك عم تخلص التحديث لإلها. هون وصلنا لمرحلة اذا كان عنده الواحد حساب على امازون حتى حساب على امازون، واذا ما كان عنده حساب ما عنده حساب في يعمل حساب جديد على الامازون، في يا اما باليمين او باليسار يختار بيدخل، يا اما I'm new to amazon او I already have an amazon account. فانا عندي حساب امكاونت راح احطه وبنرجع. هيك تسجلت نظامية، دخلت على حسابي على امازون على الموقع اللي شفتوه قدامكم، راح احط لكم اشارة تحته او عليه. بتحط بعدين الكود اللي عاطينك اياه بهذا الموقع، بتفتح معاكم مثل ما شفتوا انه انت في عندك الامازون فاير تي في ستيك ريجسترد، انه تسجلت بحساب صبري. بدك تكفي على نفس الحساب ولا بدك تغير الحساب؟ لا، راح اقول له انه راح تكفي على نفس الحساب. كونتينيو. هون عم يقولوا لي انه كلمة السر اللي لك راح تسجل على حسابك بامازون، مشان تصير الامور اسهل على امازون وعليك. بدك يصير الحكي ولا لا؟ وفيك عطو ان دائما تغير الحكي هذا وقت اللي بتعمل له انيبل، يعني تشغلها او تفصلها من النتورك من قسم الوايرلس او الواي فاي باسورد. خليه يس. لا، نحن هون عم يقول لي انه بدي اغير الاعدادات تبع الامازون، نعمل له ريستور. لا، بدنا نعمل له سكيب. هون في عندك يا اما تختار انه يصير في مراقبة من قبل الاهل او بدون مراقبة. انا هخليها بدون مراقبة. طبعا مع مراقبة من الاهل بتكون في مراقبة اكتر للشغلات اللي بتطلع على التلفزيون، بحيث انه الاطفال اللي تحت السن القانوني تحت سن 18 سنة ما بيطلع لهم شغلات ما بتناسب عمرهم، فنحن هنخليها بدون مراقبة الاهل. هون عم يقول لي نحن عم نجهز جهاز تحكم، اللي هو هذا الجهاز تحكم مشان يتوافق مع التلفزيون لإلك. عم يقول لي شو نوع التلفزيون اللي بدك تحط عليه،
رح اقول له مثلا احنا انا نوع التلفزيون بدي احط عليه مثلا شارب، لكن للاسف هاي النسخه من الشارب اللي عندي اياها ما بتتوافق مع الامازون. طبعا في انواع من التلفزيونات ما بتتوافق معه للاسف، بس الاغلبيه بتتوافق يعني، الا هاي الشاشه سبحان الله ما زبطت معي. ننزل على شيء اسمه شارب، عندنا هاي الشارب، ولا هو عم يدور على هاي الشارب. هون عم يقول لي انه بهاي الخطوة راح يكون في موسيقى، فاذا بتريد اعلي الصوت شوي مشان تسمع اذا في موسيقى ولا لا. فراح نقوي الموسيقى شوي نحن مشان نشوف، قوي الصوت، نعمل نيكست. عم يقول لي ضعف وقوي التلفزيون، لكن للاسف هو مو شغال. خلاص بنقول له يس، مش الحال هيك اتشغلت. هلا هون في عنا بيطلب منا اذا حابب تنزل مجموعة برامج لحتى تبلش عليها على الامازون، شو البرامج اللي بتحب تنزلها. في شيء اسمه برامج جاهزة يعني بتكون موجودة على الامازون، بس مجرد انك تنزلها بتصير على الفاير ستيك. فينا نعمل get started او بنعمل لها no thanks. get started تدخل عليها بيعطيك شو هي القنوات، شو هو البرامج ممكن تنزلها. نحن خلينا نقول بدنا ننزل اليوتيوب، اول شيء يكون موجود اكيد. في عنا CDF الالمانية، ARD، 7SAT، 3SAT، RTE، وهكذا. هون قنوات الرياضة، هون القنوات المميزة مثل تويتش خلينا نقول او غيره او العاب. على كل حال خلينا نكفي هيك، هيك خلصنا هاي فينيش. نزل معانا، لازم يكون صار اليوتيوب موجود. مثل ما انكم شايفين هيك اشتغلت، هيك اشتغلت الامازون فاير ستيك. في عنا هون صار نتفليكس، في عنا اليوتيوب، في عنا يوتيوب كيدز كمان للاطفال، في عنا الفاير تي في، وفي عنا شيء اسمه الداونلودر. هلا هدول البرامج هن نفسهم عن الفاير ستيك الثانية اللي عندي، لهيك اخذهم ونزلهم عندي هون جاهزين. في عنا بس شغلة مشان موضوع الاعدادات، اذا بتحبوا تروحوا على الاعدادات هون موجود الاعدادات. هون بتختار الشبكة اللي بدك تربط عليها، اللي بدك تربطوا عليها الفاير ستيك من النتورك. الديسبلاي والساوند هي شيء له علاقة بالشاشة والصوت. هون التطبيقات، شو بتحب تحط تطبيقات. الاكوبمنتس والكنترول اللي هي الشغلات اللي بدك تضيفها للفاير ستيك امازون. جهاز التحكم، مساعد اليكسا، الخصائص تبعت الفاير ستيك امازون كلياتها، ماي فاير تي في اللي هي الامازون نفسها، والاكسسبيليتي والهيلب والماي اكاونت. هذو كلياتها اهم شيء لازم كل فتره ندخل على هون، ندخل على اباوت ونعمل تشيك فور ابديتس. بس نضغط عليها اوكي بيشوف لنا كانه في تحديث جديد للامازون وبينزله. اذا طلع اي اخطاء دائما اعملوا هذا التحديث وتاكدوا انه يكون فاير ستيك امازون دائما محدثة باخر اصدار، بتحل كتير مشاكل موجودة عندكم. اذا حابين انزلكم اعلمكم كيف تنزلوا برنامج الاي بي تي في او البرامج التانية اكتبوا لي بالكومنتات تحت الفيديو، ولا تنسونا من دعمكم للقناة بلايك وسبسكرايب، وشكرا كتير لكم. هاي هي كل شيء موجود بهاي طريقة تنصيبها وتشغيلها للأمازون فاير ستيك.